نرجع لاجواء بطوله لبنان اكس اكس ال انرجي درينك. الاوفر فيو للمجموعه الثانيه، الزهره 41% بالتوتال اتاك، 52% للانوار، سايد اوت اتاك 8 من 16، 8 من 19 للانوار، بالكونتر اتاك 3 من 11 للزهره، 8 من 12 للانوار، بالاستقبال 2 من 19 للزهره، 2 من 22 للانوار، بالسيرف 2 من 3 للزهره، 2 من 6 للانوار، بالبلوكس 4 اكيد في عندهم 2 بلوك الانوار، هيدول محسومين، وبالتوتال ديكز 11 للزهره، 12 للانوار. هي قديمة الاوفر فيو، هي اوفر فيو يمكن اول مجموعة رجعنا عدناها. اذا بانتظار انطلاق المجموعة الثالثة من نهائي بطولة لبنان اكس اكس ال انرجي درينك، هلا رح نشوف الاوفر فيو الصحيحة. خمسة بواحد بالبلوكات اكيد، في اثنين بلوك للانوار، واحد واحد عندهم، خمسة لفريق زهرة. دينيس سجل، دينيس اول نقطة للانوار، بلوك اوت، وسام بيستقبل نيمانيا، ديرار بيضرب، طابته بتتهدى لديرار، دينيس كمان كونتر اتاك للزهرة مع ارتير، بلوك من زوزو نهرة، والانوار 2-0 عم بيتقدم. على ارسال وسام حصري كابتن الانوار، استقبال نيمانيا، بينادوا بيسجل، بينادوا بينادوا مشي، مش عم يتهدى بينادوا، كانوا مركزين عليه اول شيء بطريقه، هو غير نتفه لعبه وهلا صار بيقدر يلعب مثل ما بده. ميهايلو متت، النهار بيستقبل، كومل بيضرب، كومل بيسجل 3-1. دومي بعد ما فرجينا ارسالاته اللي بنعرفها، طابه بالاوت من دومي 2-3. نقطة من النقط القوة بفريق الانوار سيرفيس دومي اليوم ما ساعد. ارتيور عنده 10 نقط، 9 من 19 بالاتاك، 9 من 19 اكيد. زوزو بيسجل، زوزو نهرة بلش يعتمد على زوزو على بيير اكثر، وسام من ثاني سيت بس يكون معه استقبال عم دغري عم بيستعمله. سيل جوزيف نهرة بالاوت 3-4. ذكر كل المشاهدين انه الزهرة متقدم 2-0، اول مجموعة 26-24 وثاني مجموعة 25-22. هاي اجواء بطولة لبنان اكس اكس ال انرجي درينك، ان الطابة 5-3 للانوار، يعني كل بارتي بالانوار عم يبرز نجم جديد. انخل 14 نقطة، 13 من 27 وايس واحد، طابة بالاوت 4-5، كمان متقاربة،
كمان متقاربة هالمجموعة. بدي اقول للمشاهدين انه مباراة يوم الثلاثاء ما رح تكون منقولة على التلفزيون، بس رح فيهم تابعوها عبر موقع الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة لاف فولي بول. كارفان بيضرب بشباكه كارفان. وكمان اليوم الساعة 7:30 مباراة المركز الثالث بين الشبيبين تنورين والبوشرية. ألان كوميل أرتير بيستقبل ميهايلو بيخطب. بيمارس هواية الخداع ميهايلو ميتيت. نيمانيا روكيتش 5 نقاط 4 من 9 وايس 1. معودين على مباريات الفريقين على 3-2، بس ايس كثير مهم، اخذ اول سيت فيه اكيد. اليوم هل رح يكسر الزهره القاعده او رح يرجع الانوار؟ بينيروا ضابطه بتتخلص لبينيروا. كونتر اتاك كمان بينيروا. بينيروا بالاوت. غريبة هالطابة. ارسال كيان فارس. جميل بيستقبل كريستيان. بيخطف كريستيان وبيسجل 6-7. انوار متقدم بنقطة على ارسال كريستيان السيف. دوموتور بيستقبل دوموتور. أنخل طابة خاطئة، خاطئة من وسام هالطابة. أرتير بيهديها أنخل. لمين؟ لأنخل. الطابة كمان بتتهدى هالمرة دومي. دومي وبالنهاية طابة بعدها بالعالي. خطأ من لاعبي فريق الزهرة، بيعطي أول تكنيكال تايم أوت للأنوار. 8-6. طابة بين لاعبين سوء تقدير. توب سكوررز كارفن بينيروا 20 نقطة، أنخل دينيس 14، أرتير زيك 10، جوزيف نهرة 9، وتوموتور 7. ارسال لوسام الحسري، هيدا جانب من جمهور قاعة المينا. استقبال منيح كارفان. صاروخ جو ارض من كارفان. ما عم يتهدى كارفان بقى، شو مجهز حاله من قبل ما تيجي، اول ما انضرب السيرفيس بس بينت قدام الطابة عرف انه الطابة لإله. اللعيب جاهز على طول. يعني بتوافقني الرأي انه من افضل الاجانب اللي اجوا على لبنان. اكيد. ميتيتش. ميتيتش بيربح. ميتيتش بيعادل بهالسيرفيس على النار. هيدا ميهايلو ميتيتش وبينيروا وارتير. 3 نقاط 1 من 3 وايس. دومي
زوزو نهرة بيسجل نقطة العشرة وبيعطي فريقه التقدم بنقطة. دوموتور يميل بيستقبل يميل أرتير بيضرب بيسجل أرتير بيعادل أرتير 9-9. فريق الأنوار عم بيتعب كثير تياخذ النقطة. إرسال أرتير الزايك بالأوت 10-9 للضيف للوصيف للأنوار. زوزو نهرة استقبال من يميل دوكا بيسجل دوكا تعادل 10-10. أنخل ما عم بيلاقي الحلول اليوم وعادة دوكا بشوت دياجونال طلع له على الدياجونال شاط على البلوك اوت انا لاعب عنده خبره مش مستاهل يخسر طابه هيك. درار على النار كمان 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 بيسجل هيدا تاني خطا والزهره عم يتقدم 11-10. مساعد مدرب الانوار جورج يزبيك درار هون بالاعاده على النار ونقطة لدرار عنده نقطة واحدة وايس واحد. درار من جديد هالمرة دومي بلوك من كوربن بلوك لكوربن 12-10. الزهرة عم بيقلب تأخره كوربن بايده الشمال تايم اوت لسينيسيا. فريق الزهره عم بيسيطر على المباراه مضبوط عم بيلعب فريق مركز من اول ماتش لاخره ما تغير كثير ايديه. توب بلوكرز كوربن بينيرو اتليتي كريستيان عسيف واحد دوموتور واحد زوزو نهره واحد وارتير واحد. عم بيلعب ستابل فريق الزهره من اول ماتش سيرفيس عم يضل يعني قادر يضغط بالسيرفيس. فريق انوار لعب اول ست بطريقه كثير كثير حلوه رجع بعدين بديك ستات اثنين شوي نتفي الضعضع على الفريق. هي لعبه فينال لعبه اعصاب ما فيك اذا نتفي شوي اعصابك ما كانت منيحه بتخسر. غسان أزايحة كمان نائب رئيس الاتحاد إلى جانب الأستاذ جان همام أسعد النخل وماهر ضناوي موجودين بالمنصة الرسمية. رئيس نادي سبيد بول كمان خليل كوري كمان موجود. طابة بالأوت من درار 11-12 والإرسال لدينيس أنخل. أربعتاشر نقطة 13 من 28 وإيس واحد. دوكيتش كريستيان بيخطب 13-11. يعني كريستيان وزوزو اليوم عم يتنافسوا على النص بسهولة واثنيناتهم عم يربحوا على طول أغلبية طاباتهم واثنيناتهم صار عندهم بالعشر نقط تقريبا. مظبوط كارفان كريستيان كمان بيسجل 14-11 وفريق الزهرة عم بيسيطر على المباراة الأولى من السلسلة النهائية لبطولة لبنان XXL Energy Drink. هالمرة دومي بيستقبل ألان بيضرب وبلوك أوت 12-14 فرق نقطتين
وفي إصابة لكريستيان. وجد بكوع الطابة دغري. أصلاً ما بيحق له يفوت المعالج على الملعب بدون إذن أول شيء، وظهر اللاعب وظهر هوية. بتصور هذه في عليها شيء بطاقة. طلع لاعب ما في دم ما في شيء. آلان خمل أرتير بيستقبل كريستيان بيعلي كورفن بيسجل 15-12. يعني هالإصابة بإيده لكريستيان فادته وعمل دور الموزع على باس من قدام انه طبعا اجت عليه ما عاد في يتحرك وجابها، بس انه كيف ربحها بينيروا مش طبيعي. طبيعي انه ما بتنشاط، يعني هذه المفروض تنشال. دوكيتش كومل بيستقبل دومي، دومي بينطال بالبلوك، طابة بترجع كونتر اتاك للزهرة، أرتير بيسجل أرتير 16-12. تكنيكال تايم اوت للزهرة. فريق أنوار صار برات الجيم نهائيا، برات اللعبة أكيد. مثل ما قلت لك الي هذه اللعبه لعبه اعصاب. فريق انوار مثل ما مبين بس خسروا الست الاول شوي نتفه رجعوا لورا قشطت اعصابهم النتفه يعني. بس بالمجموعه الثانيه قدروا يرجعوا. توب سبايكرز الان كوميل 88% من 7، زوزو نهرة 75% من 9، كريستيان السيف 70% من 7، كارفن بينيروا 61% من 17، وارتير زيك 50% من 11. يعني الانوار بالمجموعه الثانيه بعد تاخر 5 و6 نقط قدروا يرجعوا على الجيم، واكيد فريق كبير قادر يرجع كمان. اي بس اذا فريق انوار بده يربح على فريق الزهر مفروض على طول يا يكون حده يا يكون سابقه. اكيد بس عم فريق الزهر عنده معطيات على طول عم بتكون لمصلحته، بينما فريق الانوار لهلا عنده معطياته كمان قصه السيرفيس بس لهلا ما قدر استعملها يعني، وهذا بتصور اثر شوي. دوكيت بالاوت 13-16. اجواء رائعه بقاعه المينا ضمن بطوله لبنان اكس اكس ال انرجي درينك. هيدا نهائي موسم 2016. بيير فيريس لوتسر استقبال من نيمانيا، ارتير طابه ارتير عم تتهدى، كونتر اتاك للانوار، دومي كمان يميل بخلص، ارتير من جديد كمان كونتر اتاك جديده لدومي من جديد، دومي بيسجل 14-16. ضرب كثير على الدياغونال بالفيلي وجوا جوا منيح. بيير على يميل هالمرة، ارتير بيسقط طابة بتتخلص طابة، كونتر اتاك للزهرة. اوه ميهايلو ميديت عم بيضرب، يعني دومي عطيه هدية لميهايلو، ميهايلو معطوله استفاد منها. هيدي اتردد بالاول بس رجع طلع وكبس. ما توقع انه دومي عم يلعب معهم. 8 نقاط لكريستيان السيف، 7 من 10. طابة كادت تخدع، أنخل بيسجل دينيس 15-17. يعني استعملوه بالأول لأنخل رجعوا. اللي ما صار الماتش ما فيك تلعب بالطريقة، ما فيك تلعب لاعب 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 تنقي يعني، ما فيك بدك تلعب بالمجموعة كلها. هلا اوكي يمكن الخطة تبعهم انه كان الأنوار انه جربوا ياخذوا أول ست معنويا وكانت زبطت يعني، بس بعدين بس تعوز اللاعب البقوي ما بتلاقيهم. صحيح. طابة معادي
طابة تانية دخلت على أرض الملعب. نيمانيا بيستقبل كورفن، بيطلع بيقطع بيسجل كورفن 18-15. لنصار عم يسقط أغلبية طابته عم يربحهم. انه المفروض تلاقي لها علاج، هذه لعيب يقرب ولا شيء، بس بتلاقي انه اوكي ربحها خلص، ما في استقتال على الطابات. يعني نهايلو النار بيستقبل كومل، بيضرب كومل بيسجل. شو بيقول الحكم؟ دعس دعس على الخط، دعس على الخط. فاذا النتيجة 19-15 لفريق الزهرة. دعس عزيح مظبوطة، يحيي. نشكر الإخراج باتريك وشربل على هالإعادات الرائعة. أنخيل تعطى تخلص في لمسة شباك من بيناروا. فيها فول هذه طبعا. 16-19. رومي بالفيلي 20-16. يعني هو الاشياء اللي بترجع الفريق، مش قلت لك هذا سلاح اللي عندهم موجود، يعني مش عم بيقدروا يستعملوه. يعني دومي على عكس مباراته مع البوشرية اليوم بالارسال صفر، وهذه من نقط القوة عنده اياها. كومل بيستقبل على ارسال ارتير، دينيس بيضرب، دينيس بيسجل 17-20. يعني دينيس لاعب ساعة بتعوزه موجود. يعني بالفريقين في اثنين كروسية من افضل كروسية موجودين، معقول يكونوا يعني. جميل بيستقبل، دوكا بيضرب، ديرار تعطى بتتهدى في لمسة شباك، في لمسة شباك، ونقطة لفريق الزهرة 21-17. فريق الأنوار خارج أجواء المباراة. استقبال لدومي، أنخيل بيضرب بيسجل، والفرق 3-18-21. ١٨ نقطة، ١٧-32 وإيس واحد. أرتير بيستقبل على دينيس، ونيمانيا بلوك أوت 22-18. فريق الزهرة عم يقترب من نهاية المباراة. تايم اوت بيطلبوا سينيسيا، ما بعرف اذا رح يقدر يخلص المباراة. جمهور المينا مبسوط. توب سكوررز كورفن بينيرو 24، انخل دينيس 18، ارتور زيك 12، زوزو نهرا 10، ودوموتور 8. فوق 22، فوق ال 20 بينيرو ما بيرحم 22-18. وبيليل فولي بول بالنسبه لاهل المينا. عم بيضرب كومل، عم بيهدي، بيضرب كومل وبيسجل. عم بيتهدى كورفن، هيدا قطوع فات. هلا الن سيرفيسو عادة كمان منيح، بس اليوم ما فرجينا كثير نقط.
جميل يستقبل في لمسة شباك على كريستيان 20-22 عم بيحاول يعمل كومباك. ما في شيء مستحيل بالفوليبول اكيد ما في شيء مستحيل. تايم اوت لسيمو هالمرة اكيد بده يعمل 23-20. تيم سيرفر كارفن بينيرو 16، ميهايلو ميتيتش 13، ديرار عبيد 13، ارتور 11، ونيمانيا 10. بينيرو افضل وقفه، اكثر وقفه بينضرب فيها سيرفر. صحيح. عند الانوار وسام حصري 13، انخل دينيس 13، زوزو نهره 12، بيير فارس 11، ودوموتور 10. نرجع لأجواء المباراة. ألان بالفيلي، ألان 23-20. أنا إذا بتلاحظ السيناريو بالسيت الأول، فريق الزهرة بهالموقف وجا بينيروا وضرب سيرفيسات رجع فريقه، رجع ربح السيت، بينما هون بالأنوار مش نفس المعطيات. صحيح. كمان عم يتهدف البلوك نومي 24-20. طابة وحدة وفريق الزهرة بيتقدم 1-0 بالسلسلة النهائية من بطولة لبنان اكس اكس ال انرجي درينك. طابة وحدة، هل بينهيها دوكيتش او مننطر ارسال من الانوار؟ نيمانيا بأول ست نهاها هو. طابة بتتخلص بس الكونترا اتاك، ما بعرف اذا لابينيرو ولا لا ارتور. طابة بتتخلص مرة جديدة، كمان ارتور، وطابة بتتخلص مرة ثانية، ولا هلا كوربن. طابة بترجع دومي، مش معقول هالطابة، مش معقول. كمان تتخلص، كمان تتخلص. دومي بينهيها بنقطة لفريق الأنوار، مش معقولة هالطابة. 21-24. هاي طابة ألان اللي تصمم، يعني ذكرني بالفيديو اللي بيصيبه وين ما كان لألان. مباراة دفاعية أو طابة دفاعية كثير حلوة، هاي أجواء بطولة لبنان اكس اكس ال انرجي درينك. بيير يميل 1، ارتور بيضرب ارتور وبيسجل ارتور وبينهي المباراة 3-0. مشاهدينا نحن وياكم رح نشوف آخر إحصاءات للمباراة. منبلش تنشوف توب سكورر كارفن بينيرو 24 نقطة، انخل دينيس 18، ارتور 12، زوزو نهرة 10، وكريستيان عسيف 8. هيدا توب سكورر. توب سبايكرز زوزو نهرة 75% من 9، الان كوميل 73% من 8، كارفن بينيرو 60% من 18، كريستيان عسيف 58% من 7، وانخل دينيس 53% من 17. توب سيرفرز كارفن بينيرو 3، ميهايلو ميتيتش 1، انخل دينيس 1، ديرار عبيد 1، ونيمانيا دوكيتش 1. توب ريسيفرز يميل عبيد 50% من 20، نيمانيا دوكيتش 50% من 12، دوموتور 40% من 30 طابة، إيلين نار 35% من 23 طابة، وألان كوميل 33% من 12. وتوب بلوكرز كارفن بينيرو 3، ميهايلو ميتيتش 2، دوموتور 1، كريستيان عسيف 1، وزوزو نهرة 1. هيك مشاهدينا المباراة عم تنتهي 3-0. برجع بذكركم يوم الثلاثاء ما في نقل مباشر عبر الاو تي في، كل هواة الفوليبول بيقدروا يحضروا المباراة عبر الموقع الرسمي للاتحاد اللبناني للعبة
labvolley.com. انا بودعكم وبنشوفكم الخميس المساء من هالقاعه بالزيت بالمباراه الثالثه من الدور النهائي لبطوله لبنان انرجي درينك اكس اكس ال. الى اللقاء.